السلام عليكم ورحمة الله. من أحد موقعنا أثناء استلامنا الأعمال تأسيس النقاشة، طبعا ماسكين اللمبة بتاعتنا، لمبة الإنارة بتاعتنا في كل فراغ عشان أقدر أحدد أي مشاكل أو عيوب تظهر معايا أثناء مراحل التأسيس. طبعا الحائط عندي هنا لو احنا ركزنا كان تحتيه طبقة بيضة خالص في الأول بالشكل ده، وبعدين تحتيه اللون الأصفر بالشكل ده، وبعدين فوقيه اللون الأبيض. تمام، 3 سكاكين اشتغلناهم وقبلهم طبعا مرشمة الحوائط زي ما احنا عارفين وشرحنا كتير قبل كده في فيديوهاتنا ترتيب تأسيس النقاشة، مرشمة كاملة للحوائط ومنظفة كاملة للحوائط وأي زوايد أي رتوش أي حاجة على الحوائط. بعد كده ببدأ أنظف الحوائط بتاعي وأبدأ أدي السير المقاومة وأشتغل السكاكين بتاعتي وأستلم كل سكينة والتانية بحيث أحصل على مستوى قوي من الشغل. ومعانا لمبة الإنارة، المعلم شغال الله ينور. طبعا احنا شايفين الجنب قدامنا، ممكن نرفع الإنارة شوية، شايفين الجنب معانا لو في اي مشكلة هتظهر معايا في الجنب ببدأ ادويها. دي فائدة استخدام لمبة الانارة معانا زي ما احنا شايفين كده داخل فراغ، وهنخرج نتفرج على باقي الموقع. تسلم ايدك يا غالي. زي ما احنا شايفين كده طبعا بدأ يظهر معايا لون اصفر، لسه شادين السكينة التالتة، اللون الاصفر موجود معايا لسه بتاع السكينة التانية وبيكون لونها مختلف عشان خاطر تظهر معايا. وبعد كده ببدأ اخش السكينة التالتة زي هنا كده، دي السكينة التالتة، لسه السكينة التانية هنخش عليها في العالي السكينة التالتة. وقبل التانية كنا شغالين السكينة الأولى، تمام، وقبل الأولى كنا شغالين السيلر بتاعنا المقاوم، وقبليه كنا شغالين المرشمة بتاعة الحوائط ونظافة الحوائط بالكامل. طبعا داخلين كده لسه من جايين من بره لجوه عشان نشوف الشغل في الموقع بالكامل زي ما احنا شايفين كده بالشكل اللي قدامنا ده.